ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد ولهم أن يخرجوا منها
الحج يأتوك
وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وعلى كل ضامر وعلى ليشهدوا منافع لهم. الله أكبر الله أكبر. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويذكر اسم الله ويذكر اسم الله في ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان وطهر بيتي بيتي للطائفين Okay.
ويذكر اسم الله في ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يحرم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم
فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل جعلنا منسكا